هذا سريع سريع على طول يخش معك في المود. طيب ليه خلينا نخش سوا بعدين الساعه 3 ونص الفجر تعال صعب اخش الحين يعني. لا الحين مش نص والله مستحيل مستحيل فين مستحيل شو كنت انا جوي الرجال ذا شو بك معك خلنا نشبك كلنا يا اخوي تراك جاي ترى علم قهويه عادي اخوي انا اغلط لا انا احب الغلط لا لا خاصم زي اللهب يا اخي اشتغل خاصم اشتغل خاصم 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 كلها تكلم خاصم خاصم شيك اسعيك الله يرحمه ويحياه شغلونا قسم بالله بعد ما يتكلم راح نفسي يا اخي خاصم 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 فنجان ملينا يا اخي فنجان قول فنجان صب لي فنجان فنجان والله العظيم يا اخوي احنا نبغى ناخذ حريتنا في الكلام والله والله العظيم والله كل ما تقول لي خصم لا تقول لي خصم يا اخي لا اضطري طارق خصم عندك حريه الكلام كم شروع حتى مسمار لونه احمر يا اخي هو مسمار قهوه ذا جاك هذا مسمار لا تقول قهوه قهوه يا اخي هذا مو مسمار ذا يا اخي قهوه قهوه صح بس قهوتي لا تقول مسمار هذا خصم خصم يا اخي هذا يتكلم عن هذا ما هو مسمار لا تقول واحد 25 يوم ويشتغل صح ماشي زي اللوز زي اللاب ماشي في اخر يجي خصم من ورا ما يدري بكره يطلع ابراهيم بعدين ها بكره يطلع ابراهيم مع الباب يعني ايش سويت لا سويت شيء تيتي تيتي مثل ما رحت جيتي لا 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 تيتي تيتي مثل ما رحت جيتي تيتي انا والله مع ابو نهيان قلبا وقالبا خلونا يا اخوي توني جايك رياليتي رياليتي هذا واقعنا وهذا زعفراننا ابو حو انت مزعلك الحين شو مزعلك انت يا اخوي كل ما تسولف الواحد جاء واحد قال خصم 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 زي اللي يا عيد يا عيد زين ايش اقول انا تعال هنا وسمعنا شيء من الطرب الاوروبي يا شقي ليلي خذ خصم زي اللهب يلا اشغلونا كل ما حد قال لي اي شيء خصم زي اللهب ارجو منكم ان هذه جلستنا ان الله يكرمكم النعول تخلونها على الحد الابيض لان هذه تعتبر فشل